واعتبرت خطوه مهمه للتغيير. واللي مش فاهم لحد دلوقتي ابعادها واهميتها ان شاء الله هيفهم في حين. ما شاء الله عديتوا على حاجه يعني. النقابه المستقله للعمال هل هتخضع في رقابتها للجهاز المركزي للمحاسبه؟ من الناحيه الماليه هل هي بتسجل نفسها في الشؤون الاجتماعيه؟ مش من الاجتماعيه يعني القانون المصري نفسه القانون يعني عايزين نشوف الناس يعني القانون المصري 35 سنه 76 بيقول ايه؟ تنشا الشخصيه الاعتباريه للمنظمه النقابيه بايداع الاوراق. ايداع الاوراق فين؟ لدى الجهه المشرفه. الجهه المشرفه على النقابات في مصر وزاره القوى العامه. انا طبعا ارفض في الاساس، انا في الاساس فكرتي وفي عقيدتي انا ارفض طبعا. انا كموظف حكومه وزاره القوى العامله بتعتبر حكومه، ده الجهه اللي انا شغال عندها. انا ارفض ان الجهه اللي انا شغال عندها تشرف عليا على العمل النظامي. انما التزاما بنص القانون لغايه ما نغيره، وهنغيره ان شاء الله، وغيرناه بالمناسبه على الارض غيرناه. وكان في مدير النقابه بيقول ان القوانين دي عامله زي خيوط العنكبوت، يقع فيها الضعيف ويخترقها القوي، مش يخرقها، يخترقها. طيب لان انا عندي تعريف برضو الفرق بين المناضل والمجرم، ان المناضل يغير القوانين اما المجرم يخرق القوانين. احنا طلع الاوراق في وزاره، وضعنا الاوراق التزاما بنص القانون اللي رافضينه. طيب مش القانون حتى نفسه المصري، ودي فاتتهم، ما اداش لحد جهه موافقه او رفض، وقال بمرور شهر من الايداع خلال الشهر لهم ان يبدوا ملاحظات، يقول لك طب غير الحته دي، طب اشطب الحته دي، طب ضيف الحته دي. مر الشهر الحمد لله بسلام وما اعترضوش على اي حاجه. انا نقابه رسميه غصب عن عين التخين، وما يقدرش مسؤول في البلد يكح معايا كويس، وموجودين في كل المحافظات، وادي مقر اهوت ومقرات، ولو جدعان يجوا يقفلوها عشان بتمويل ذاتي من الاضراب مننا من جيتنا بيرشنا بالموظفين، وكثره عددنا مخليها الحمد لله امكانياتنا كويسه، كثره عددنا بقروش الناس اللي بيتحقق معاهم دلوقتي بيكتب معاهم اشتراكات. مش مشكله، هيعملوا لهم ايه؟ اه كويس. يعني ده خبر جديد يعني؟ مش خبر، ده نازلين رش على كل المحافظات. ايوه تحقيقات وتحويل ناس للنيابات. ايوه انتوا بتجمعوا الشركات لتاسيس نقابه. طيب احنا عملناها واكتسبنا عضويه الاتحاد الدولي للعمال، واحنا محل احترام في منظمه العمل الدوليه. لما جه البعثه بتاعت منظمه العمل الدوليه والتقت بالنقابات هنا وشافت الهيكل بتاعنا وشافت لائحتنا، رأوا ان احنا افضل من كتير من النقابات حتى في الغرب. كويس؟ احنا مش منتظرين اعتراف من حد، احنا موجودين على الارض. واللي عايز يستبدل وجودنا النقابي مستعدين نستبدله، بس هنستبدله باضرابات. ده البديل عن حال وجود النقابات، يبقى اضرابات في الشوارع. يا دي يا دي، اللي عاجبهم فيها يوافقوا لنا عليها. واحنا اصلا مش منتظرين موافقه. عظام في سؤال تحب تطرحه؟ عظام ده هيشم التسجيل يعني. الحوار ده دلوقتي هيشم التسجيل. ليه؟ انت في لا الحته اللي هسالك عليها دلوقتي. انت في سؤال تحب يعني نقوله او استطراد حته مش واضحه تحب تضيفها؟ يعني الحته اللي خلينا نبقى في القانون دي برضه كانت غايبه عن ناس كتير يعني. القانون بيقول يعني انك توضع الاوراق بتاعت النقابه في وزاره القوى العامه، الشقاء الجميل ده. أنا واخد وقتك. لا. الباشمهندس أحمد، إحنا عايزين نشكره على أحمد في الأجازة بيشتغل كاميرا مان. الله ينور عليك. وبيساعدني شوية في الكتابات والكلام ده كده. من أجل التغيير، هل أنت شايف سيختلف في
في العمل الجماهيري. هو في نقلة عن حركات التغيير. في نقلة نوعية حصلت في ائتلاف التغيير أنا شايفها إيجابية، وهي التزاوج ما بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي. دي أخطر ما في الائتلاف، وده أعتقد يؤدي لتفاعل الحركتين. مش عايز أقول أيهما هيعلم الثاني، هل الحركة الاجتماعية تعلم الحركة السياسية، ولا الحركة السياسية تستفيد من الحركة الاجتماعية؟ المهم أنا شايف تزاوج الحركتين سينتج نتاج أفضل من كل التجارب السابقة. أنا عندي متفائل. طب وهل التكنيك في العمل الجماهيري سيختلف ما بين حركات التغيير وبرضه الائتلاف؟ وما هي مقولتك في الناس اللي بتدعي ان الائتلاف هو ولد من رحم كفايه؟ طب وكفايه ولدت من رحم مين؟ كفايه التكنيك الشرعي يختلف ما بين الائتلاف. كفايه ولدت من رحم وطنيين مخلصين في البلد ينتمون لمدارس عده، والائتلاف من اجل التغيير ايضا ولد من رحم وطنيين ينتمون لائتلاف عده. وانا اتمنى للاثنين ان ما يسيطرش عليهم الافكار الحلقيه ولا الشخصيات الحلقيه عشان يعملوا حاجه في المجتمع. طب بالنسبه للتكنيك الشارع العمل الجماهيري سيختلف؟ طبعا لازم يختلف. اضافه عبق الجماهير والقوى العامه للعمل السياسي ده هيديها شكل مختلف. هيتم ازاي الكلام ده؟ لانه ما تمش قبل كده. لان الطبقه السياسيه شايفه ان ما تمش قبل ان المطالب العماليه دي حركات مطلبيه وبتنتهي بانتهاء تنفيذ المطالب. الفهم اللي موجود دلوقتي عند القائمين على الائتلاف وبالعكس الفهم اللي عند القائمين على الائتلاف دلوقتي فهم مختلف. ندي باعتبار الحركات الاجتماعية وحطتها شريك أساسي في الائتلاف، وده شايفه الإيجابي. ده إيجابي وده هيؤدي إلى نقلة موضوعية في الحركة السياسية والاجتماعية مع هين الاثنين نقلة أفضل. وشايف برضو ان الحركات العماليه والاجتماعيه في الشارع مش متجاوبه مع المطالب السياسيه للنقطه. ازاي؟ اللي انت لما ممكن تطلع كسياسي مؤيد لمطالب فئه من العمال، وخصوصا زي ما شفنا في 2008 في 6 ابريل وقفنا وقفات احتجاجيه متضامنة مع عمال المحله. مات كم واحد منك وتعور كم واحد؟ ما تعورش حاجه. وعيني كم واحد؟ في القاهره مفيش حاجه. الجماهير العاديه هناك الناس الغلابه العمال. لكن العكس مش صحيح. يعني قدموا شهداء. طبعا هي المحله دفعت درجه الدم. وقدموا مساجين ومعتقلين لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي. طب يعني ما انا بقول لك العكس غير صحيح. يعني مفيش مثلا عمال انتفضوا من اجل التغيير. مين اللي قال؟ انا بسالك. انت قول لي. طيب في الاول الاجتماعيه في مصر وقفت في قضيه العدوان والحرب على غزه زي ما وقف العمال. عمال شركه السماد في السويس رفضوا تعبئه النترات اللي رايح اسرائيل عشان يتحول الى يعني الى ماده خام للقنابل. رفضوا ده. قول لي يعني عن فئه سياسيه عملت حاجه شبيهه يعني؟ لا بالعكس بالعكس. ومجرد المطالب الاقتصاديه اللي بيحتقرها بعض الناس انا بقول لك بيحتقرها. لا فيها اغلبيه في النخبه بتحتقر هذا العمل او هذا الشكل الاحتجاجي. انا بقول لك ان ده المقدمه الطبيعيه للاحتجاجات بالدرجات الاعلى، وبقول لك ان لا يستطيع جائع ان يصور يحقق الحد الادنى الاول من مطالبه واحتياجاته عشان يعرف يصور، لان تحت خط الفقر دي حاله مش حاله ثوره، ممكن تعمل حاله حريقه تخريب اي حاجه، انما حاله الثوره دي لازم يعملها ناس على الاقل
يعني بطونهم مليانه مش جعانه،